درتو غلطه كبيره بزاف. هذاك الانسان اللي حركتوه حنا نعرفوا البارح كان في مليانه، البارح كان في مليانه من الشوط اللي كان معاه درتو غلط. راه هذاك الانسان نعرفوه، ربي حق وما تخافش ان شاء الله بربي. يونس اسمع، خلينا هذاك الانسان اللي قتلته وحركتوه دوك لحقنا لا فيديو تاعو، راكم درتو غلطه كبيره، درتو غلطه كبيره. هذاك الانسان البارح كان في بديانه كان يدلين في الدراهم باش يروح بين الفوله باش يطفي النار، وحنا ذاك الانسان نحرقوه يسيب قط يرفدوا خاطيه ذوك الطابلوات، وهم الناس اللي كانوا هنا البارح معاهم وكان يدلين في الدراهم وهامين الناس باش هدت الناس. بسم الله تفضل. سي انتيب جونتي، سي انتيب جونتي، هذا كان معاه البارح. سي انارتيست قول بلي تعشى عندك البارح، قول له بلي تعشى لوت البارح، هذه ماشي البارح، معليش لوت البارح. تلاقينا وانتي بجونتي وما شفنا منه والو يلعب جيتار. سي نارتي هذه شهادة الناس اللي يعرفوها وراه مكريتو. ايوه ايوه ويا الجماعه. السلام عليكم، انا راجل حمايه مدنيه. كي شعلت عندنا النار في عين سور في المنطقه تاعنا مليانه اللي يسكن فيها هذا جمال اللي شفناه انتم حقرتوه بزاف، هذا الانسان نحى من روحه ودخل طلع الفوق العين سور باش يطفي. انا شاهد رجل حمايه مدنيه، انا هذاك حسبينا الله ونعم الوكيل، درتو غلطه كبيره، حسبينا الله ونعم الوكيل. وراهم يا جماعه، راه ما هنا الجماعه كاع اللي يعرفوه، وراكم درتو غلطه كبيره بزاف، ماشي حق عليكم. حنا قلوبنا ترى معاكم في الحقيقه، ورانا معولين كاع نجي نبينوا الفلاب نطفونا. الا ولينا نجو ما تحصلوا فينا، حنا ايش عندنا النار؟ يا والله يحرقكم حسب اللي عندي انا، يلا يحرقكم. فرطاجي الله يا ربي، شوف بلابي طقطق معاكم. شفنا اسمع يا جماعه، شفنا انسان قومتنا وخونا ينحرق، حسبينا الله ونعم الوكيل. علاه قلت له هذا؟ علاه؟ ماشي الانسان هذاك حكمتوا انسان حصلتوا فيه؟ رانا في غابه ما كاش قانون، ما تخافوش ربي حركتوه بالقراح، حسبينا الله ونعم الوكيل. حتى ولا كان هو دار ربي سبحانه ولي يحرق ولي حاسب، انت ما تحرقش وما تضربش هكذاك. لا تضمن باللي هو يا خويا فوتوا العداله. السيد اليوم فوتوا العداله، يحكوا لنا اليوم كان يلم في راكولكت. العداله ولادك كانوا يلم في راكولكت، الناس كان يلم في راكولكت في مدينه القميص، كان يلاقي في الدراهم باش يجي يعاون يطفي النار. فيه يجي يعاون يا اخي العزيز. ساي سيبو حكمتوا عليه، حكمت عليه بالإعدام. كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء ناث أيثران التفاصيل الكاملة لما حصل للشاب المغدور جمال بن إسماعيل. قال وكيل الجمهورية إن مجموعة من المواطنين قاموا بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة إثر شكوك راودتهم بأنهم تورطوا في حرائق الغابات بالمنطقة واعتدوا عليهم بالضرب، وعلى إثر ذلك تدخلت مصالح الشرطة لإنقاذهم وتحويلهم إلى مقر الشرطة، لكن نفس المجموعة وصلت تهجمها على مقر الشرطة باستعمال العنف حتى تمكنوا من إخراج أحد الثلاثة وسحبه خارج مقر الشرطة. يضيف بيان وزارة العدل، قامت المجموعة ذاتها بسحب الشاب جمال المغدور إلى ساحة المدينة والاعتداء عليه بالضرب وإضرام النار في جسده مما أدى إلى وفاته. وأكد وكيل الجمهورية للمدينة تعرض عناصر الشرطة الذين تدخلوا لحماية الضحية وإنقاذه إلى إصابات متفاوتة. وفي هذا الصدد أمرت نيابة الجمهورية الضبطية القضائية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية للكشف عن هوية الفاعلين وتقديمهم أمام القضاء لنيلهم جزائهم الصارم طبقا لما تقتضيه قوانين الجمهورية، حتى لا تمر هذه الجريمة البشعة دون عقاب حسب المصادر ذاتها. وأوضح البيان أن المحكمة ستطلع الرأي العام بنتائج التحقيق. للإشارة، فقد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء مقطع فيديو على نطاق واسع قالوا إنه لشاب تعرض للحرق في ولاية تيزي وزو للاشتباه ذروعه في إضرام النيران بغابات الولاية. ونشر أصدقاء الضحية مقاطع فيديو نفوا فيها ضلوع الشاب في الحرائق، وقالوا إن الشاب توجه من أجل التطوع لإخماد الحرائق.